استاذ عادل القيعي واستاذ ابراهيم المنيسي وكل مشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. سعيد ان يكون معي كابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير جهاز الكره والمدرب العام، دايما منور شاشه النادي الاهلي. الله يخليك، منورين ومنورينا في المعسكر، وسعيد ان اكون معاكم النهارده. اكيد يعني انتهى التدريب الاخير اللي خلاص بقينا في العد التنازلي لمباراه كامبالا سيتي. الاهلي بالنسبه لكل مباراه بطوله. اكيد طبعا احنا مباراه بكره مباراه مهمه جدا، رغم طبعا حسم تأهلنا احنا والترجي، لكن المباراة بتحمل عندنا معنى كبير جدا. ان شاء الله الفوز بكره بالثلاث نقاط يتوجنا على رأس المجموعة، بالاضافة طبعا لمسيرتنا ان شاء الله القادمة. لكن احنا كل مباراة بنفكر فيها لوحدها تماما، بنفصلها خالص عن اي مباراة اخرى. احنا قفلنا ملف الدوري، استعدين على طول من بعد ماتش حرس الحدود لمباراة كامبالا سيتي، وان شاء الله بكره رغم ان في غيابات موجوده زي وليد سليمان زي ميدو جابر، في عناصر بتغيب، لكن في نفس الوقت جونيور اجاي برضو عنده الاصابه بتاعته، لكن في نفس الوقت احنا كلنا ثقه في الموجودين، عندنا مجموعه كويسه ان شاء الله استعدت كويس. مستر كركترون اتكلم معاهم، اتكلمنا في التفاصيل بشكل مميز جدا، وان شاء الله بكره يكون لينا زي ما بنقول المبادره واليد العليا ان شاء الله في المباراه، ونطلع بالثلاث نقاط ان شاء الله. طمني على تدريب الفريق، الحمد لله مكتمل الصفوف، ما فيش اي اصابات. شفت سعد سمير كده واقف على ركبته في الارض، بعد كده الامور بقى تمام، كله كويس الحمد لله. الحمد لله، ربنا يحمي الولاد كلهم. انت عارف طبعا نتيجه كثافه المباريات في بعضهم بيبقى عنده بعض الكدمات وبعض الارهاق، لكن الحمد لله بنعمل استشفاء على طول باستمرار، وعلى طول اللعيبه بتريح باستمرار، على اساس ان احنا نقدر ان احنا نبقى موجودين او نواكب الضغط المباريات كل 3 ايام. ولكن الحمد لله احنا زي ما قلت لك احنا مركزين ان شاء الله. مباراه بكره مباراه مهمه جدا، لعيبه عندنا محاضره كمان بعد شويه هنتكلم في تفاصيل اكتر بالنسبه لفرقه كامبالا وبالنسبه لشكلنا بكره. وفي نفس الوقت كمان ما ننساش ان احنا لابد ان احنا نعوض الخساره بتاعتنا في تاني جوله لينا مع كامبالا، كانت في ملعبهم 2-0، فان شاء الله المباراه دي بتحمل كذا معنى بالنسبه لنا وكذا يعني مهمه بالنسبه لنا. اكيد التغيير الجميل في التشكيل بنشوف مع جهازكم الفني، كل مره بتدفع بلاعب جديد بتعمل تجربه. كان صلاح محسن بيني وبينك حوار على اتاخر في نزوله، لكن انت بعد الوقت بنشوف صلاح محسن جاهز بيبدا المباراه من الاول. خطه ناجحه جدا بتشتغلوا على اللعيبه بشكل ممتاز، بحييكوا عليها. يعني مستر كارترون عنده تصور طبعا بالنسبه للاعبين، وعنده موضوع الروتيشن، وده احنا مجبرين عليه لان هو مش ممكن يلعب كثافه المباراه العاليه دي بنفس اللاعبين، فاكيد بيبقى عنده فكر ان هو يطور ويعمل روتيشن ويعمل تدوير للعيبه. اكيد كل لعيب بياخد الوقت بتاعه والفرصه بتاعته طبقا للمباراه وطبقا لظروف المباراه وطبقا للخصم اللي بنلعبه مين واحنا ظروفنا ايه، فالحاجات دي كلها طبعا بيحسمها المدير الفني بدون الدخول في تفاصيل وبدون الكلام فيها كتير. لكن في النهايه احنا بنتعامل كنادي اهلي كفريق واحد، مهمه بالنسبه لنا اللي بينجزها ايا كان مين ال 18 لاعب اللي بيبقوا موجودين في المباراه دي او المباراه اللي جايه او المباراه اللي فاتت. المهم في النهايه ان احنا ننجز الهدف بتاعنا وهو ال3 نقاط، بالاضافه للاداء طبعا المميز. يعني هيكون في تشكيل مفاجئ بكره من بعض العناصر، ده في بعض الوجوه الجديده اللي موجوده بتقدم بشكل مختلف. يعني ما اقدرش اتكلم على مفاجآت النهارده، انت بتتكلم على لاعبين موجودين في فريق النادي الاهلي، وبالتالي لما بتبدا بحد فيهم وحد يبقى موجود معاك ده ما فيهاش مفاجآت. يعني طبعا مش هقدر اتكلم في تفاصيل، لكن اكيد عندنا تصور وعندنا شكل واصلين له، ان شاء الله بكره نكون موفقين. اهم حاجه توفيق يكون حليفنا بكره ان شاء الله. وفي النهايه زي ما انا قلت فريق النادي الاهلي بيلعب بصرف النظر مين بدا مين نهى مين موجود بره ونزل. في النهايه شفنا حاجات كتيره قبل كده، كان موجود ميدو جابر واسلام محارب موجودين ونزلوا قدروا يأدوا بشكل مميز واضافوا اضافه قويه للفرقه، موجود مؤمن زكريا، موجود وليد سليمان، موجود يعني اسلام محارب، انا مش عايز اذكر اسامه، حمودي موجود، نصر مهر موجود، صلاح محسن، ازارو، مروان. كل المجموعه اللي قدام هي اللي بيحصل فيها تغييرات بشكل كتير. ان شاء الله نكون موجودين بكره. وكمان برضو انضم ودخل في المعسكر ان شاء الله يبقى ليه دور. نتمنى ان كله في النهايه تيم النادي الاهلي هو اللي في النهايه بيفوز. يعني ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا كابتن يوسف. اكيد النادي الاهلي عنده جاهزيه كبيره جدا لمباراه الغد، بكل ثقه بيستمر في عطائه ومشواره الى ان يصل الى مهمته الاخيره ويتصدر المجموعه. عليك الكلمه لاسد زيتي استاذ ابراهيم المنيسي والاستاذ